ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب صباه وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولج بقبره كل حبر كبير وفي حلا حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه.